تنفيذا لتوجيهات محافظ صلاح الدين، تتواصل الأعمال في مشروع مجاري بيجي وشركاء مقام القضاء سعد خزعل إلى أن الشركة تمكنت ورغم الظروف الصعبة من توفير الآليات التخصيصية لتنفيذ المشروع الذي سيخدم الأهالي ويرتقي بالواقع الخدمي. استنادا لتوجيهات السيد محافظ صلاح الدين واللجان المختصة ومناشدة أهالي قضاء بيجي، استأنفت شركة المجاري الخاصة بالشارع العام أعمالها رغم التحديات الكبيرة، إلا أن الشركة هيئت كافة المستلزمات الضرورية منها النقارات والقاطعات الخاصة بالتبليط والحفارات والآليات الاختصاصية. العمل مستمر، احنا يوميا متابعين مع الشركة أعمالها، واستأنفت عملها من تاريخ 10/9/2020. خسيما وأننا مقبلين على فصل الشتاء وهطول الأمطار، متابعين معهم أول بأول، نهيب بمواطنين الكرام من أهالي بيجي الكرام التعاون مع جميع المشاريع والقطاعات والصبر، يعني نطالبهم بالصبر، لأن بيجي مدينة منكوبة، بيجي تعرضت للتخريب كبير جدا. الآن وضع الدولة كما هو معروف، يعني قلة الموارد وتأخر موازنة 2020، هذا طبعا كلها أسباب تحول دون تحقيق أحلامهم إن شاء الله، وإحنا مستمرين ومتطلعين قدما للنهوض بواقع قضاء بيجي ومتابعة وتنشيط كافة الدوائر الخدمية.